موضوع انقاص الوزن والمحافظه عليه. دكتور كل عام وانت بخير. صباح النور. ان شاء الله ينعاد عليكم بالخير والصحه والسلام، وعليك وعلى كل الاهل والاقارب وعلى صحتنا ان شاء الله. امين امين. كلنا امل ان تعطينا النصائح الذهبيه للمحافظه على الوزن وانقاص الوزن. متحمسه امال للموضوع. نعم جدا. هناك اعتقاد بعد ليله امس ربما امال الكثير من الفتيات والنساء بيشاركوك نفس والشباب ايضا زحمونا في كل شيء. نعم نعم. بظنوا انه هناك يعني وصفه سحريه لانقاص الوزن او ان هناك وصفه ذهبيه وما الى ذلك. كان هناك العديد من الوصفات والدايتس التي يعني كانوا ربما في بريطانيا الأسبق في الحديث عنها واكتشافها، خاصة ما يتعلق بالفات دايت وأتكنز وما إلى ذلك. لكن حقيقة الحمية الذهبية السحرية هي الحمية المتوازنة التي يأكل فيها الإنسان كل ما يحلو له، ولكن in moderation، بشكل محدود. وطبعا معروف نحن في ثقافتنا وفي عقيدتنا أنه لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. هذه هي القاعدة الأساسية. يمكن لنا أن نأكل عدة وجبات، يعني تأكل ما يحلو لك. عدد الوجبات ليس مشكلة على الإطلاق، ولكن الكمية هي بتعقل وبمحدودية. طيب يعني عذرا دكتور، إحنا كما ذكرت موضوع هذا موضوع هام، ممكن إحنا نأكل، يمكن العادي كانت عاداتنا نأكل زيادة عن حدنا دائما، هذا معروف. وممكن عندنا حجة تانية بأنه حرام أنه هذا الأكل الزائد أو ممكن يتلف أو يضيع أو كذا، ممكن نأكله لهذا الضياع. لكن موضوع دائما أنه حتى لما نبلش إحنا بحمية دائما هناك نلتزم فيها الشهر أو شهر أو أسبوعين، بعدين بصراحة يعني زي ما يقال هو نفلة حقيقة. نعم نعم صح. عود على الأكل. هذه هي القضية الأساسية تحديدا. الموضوع كله سايكولوجيكال، الموضوع نفسي، ولكن العامل الأبرز والأهم هو الثقافة. يعني أنا يجب أن أعرف كم كالوري أو كم سعرة حرارية موجود في قطعة البيتزا. يعني قطعتين بيتزا من المثلثين الصغار هذول يحتاجون إلى 45 دقيقة من الجري المتعب، واللي واحد يعني بيتعرق بشدة حتى يتخلص من السعرات الحرارية اللي أكلهم ب 45 دقيقة. دقيقة 45 دقيقة. واللي بياكل كاملة اللي بياخذ وحدة كاملة بدك يومين لتحرقهم وحدة كاملة معناها. نعم نعم. ف يعني هي عبارة عن توازن، عوامل عدة تلعب دور. سايكولوجيكلي لازم نكون نحن يعني مستقرين نفسيا. أيوة. النوم له يعني عامل مهم جدا، الاستيقاظ باكرا عامل مهم، الا ناكل. كيف النوم؟ يعني النوم الكثير ولا النوم القليل يؤثر؟ لا لا. النوم المعتدل، يعني ان ننام باكرا ونصحو باكرا. هذا هو النوم، لانه الاستيقاظ باكرا ايضا يساعد على افراز الهرمونات التي تساعد ايضا على انتاج الطاقه والتخلص وحرق الكالوريز او السعرات الحراريه التي. لكن دكتور عذرا، يعني في كثير من الاشخاص يعني حتى في نظام عملهم شوي موضوع النوم مختلف، موضوع انك تصحى بوقت متاخر، خاصه في ضمن هذا العمل. ونحن مثلا ساعات دوامنا طويله. نعم. لازم شوي موضوع أجد مبرر. الإنسان طبعا بغض النظر عن الستايل أو طريقة العمل أو أوقات العمل، يعني أنت تقضي ساعات خلال الليل، هناك أطباء وممرضين يسهرون طول الليل. صحيح. هذا الموضوع يؤثر حقيقة وبشكل كبير على صحة الإنسان، ولكن يجب أن يكون هناك مراعاة لهذا الأمر. الإنسان معرض في حياته أن يتعب، يكون لديه ستريس أو شدة نفسية، يتعب جسديا ونفسيا ومعنويا. فهذا الأمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. عادة الناس اللي يعني معرضين إلى شدة نفسية متواصلة غالبا تكون. لكن هذا الأمر أيضا دكتور يعني قد يكون نسبي. هنا يتساءل البعض، يقول لك مثلا أنا لما أكون في حالة ستريس أكل أكثر أو في حالة قلق، بينما البعض لا تنقطع عنده الشهية. نعم. هناك من يقول أنه النساء أكثر من الرجال وهن أكثر عرضة للسمنة واكتساب الوزن من الرجال. هل هناك معايير محددة وقواعد طبية تحدد من هو المعرض أكثر وفي أي حالة، وتنطبق على الجميع ولا الحالة تبقى فردية؟ طبعا هذا أمر له عدة وجوه. النساء
صحيح أنهن يكسبن الوزن بسرعة وفي مراحل معينة من تاريخ أو حياة الأنثى والتغيرات الهرمونية التي تحدث خلال وبعد فترة الحمل، هذه أمور تلعب دور مهم في يعني في اكتساب الوزن وفقدانه، ولكن بشكل عام يعني ما يحتاجه الرجل قريب مما تحتاجه المرأة بالنسبة لي يعني السعرات الحرارية أو كمية الطعام التي يجب أن يتناولها الإنسان، والجهد الذي يعني نحتاجه بشكل يومي حتى نتخلص من هذه السعرات الحرارية أيضا متقارب. الرجل يحتاج إلى 2500 سعرة حرارية، الإمرأة حوالي 2000، ولكن كمثال يعني التفاحة على سبيل المثال فيها 52 سعرة حرارية، البنانة أو الموز، الموز الواحدة 100 جرام تقريبا فيها حوالي 89 أو 90 سعرة حرارية. فالموضوع حينما يكون لدينا هذا الوعي أو هذا الإدراك أنه أنا أتناول الطعام وأعرف ماذا يعني الأمور اللي فيها الكثير من الحلويات، يعني الإفراط في التناول الحلويات والمشروبات الغازية مضرة جدا وإلى درجة كبيرة. لكن موضوع، عذرا دكتور، موضوع يمكن ضبط النفس وضبط انه الواحد ممكن الشهية قد تكون هي احد الاهداف التي ممكن الواحد انه يعني يلتزم بها. هلا عندنا مثلا معدة البرنامج زميلتنا ياسمين لما تعصب تاكل كثير. هذا موضوع معروف يا احمد معنا. صحيح، تغير مزاج الانسان يؤثر على شهيته للطعام. هناك ناس تزيد الشهية لديهم للطعام، وهناك يعني نفس الظروف نفس الشدة النفسية الآخرين تنقص لديهم، فهذا يختلف من إنسان إلى آخر. طب بالنسبة لممارسة الرياضة، هناك من يقول 70% أكل و30% رياضة، هل هذه القاعدة صحيحة؟ لا تقارن على ما أعتقد يعني بهذا الشكل. الإنسان يحتاج إلى جهد يومي يعني ما يقارب 45 دقيقة أو على الأقل 3 مرات من الجري أو السباحة أو أي نوع من أنواع الرياضة. يجب أن يكون هناك رياضة، يجب أن يكون هناك رياضة، لأن ما يتناوله المرء أكبر مما يفقده تماما. يعني العمل المكتبي على سبيل المثال بشكل يومي لا الأفريج أو المعدل الوسطي الذي يفقده الإنسان، يعني لو أخذنا شريحة عشوائية من الناس نجد أن هناك حوالي 1860 حريرة يفقدها الإنسان بشكل يومي كمتوسط مجهود. اما بالنسبه يعني هناك في تو اكستريمز، الناس اللي ما بيتحركوا نهائيا والناس اللي بيعملوا رياضه وفت وبشكل يومي وسباحه وجري والى اخره، هذول بيفقدوا طبعا وبيحافظوا على يعني مستوى جيد من النشاط واللياقه والوزن. ما شاء الله عليكم انتوا، تسلم يا رب. ما نتحرك دكتور، بلاش فضايح على الهواء. نصائح عامه في بدايه العام الجديد حتى لا يلتزم الناس بدايت وانما بطريقه حياه صحيه حتى يكون هناك التزام يعني على الاقل ممكن. يعني انا برايي انه العوده الى عاداتنا الاساسيه، اللايف ستايل أو طريقة الحياة أو المعيشة السريعة وخاصة في المدن المزدحمة والعمل الذي يحتاج الكثير من الكوميتمنت أو الالتزام، يعني هذا طبعا يؤثر جدا على حياة الإنسان النفسية والجسدية بشكل عام. فالأفضل هو الإنسان أن يهتم بنفسه، إن لجسدك عليك حقا. صحيح. كما يقول الحديث لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. النوم باكرا، الاستيقاظ باكرا، ألا نجلس كثيرا، أن نحب أن نطور لدينا ثقافة الحركة والتغيير دائما. يعني الحركة فيها بركة وفيها، يعني يجب أن نعطي أنفسنا على الأقل وأجسادنا ولو على الأقل فترة من الزمن يوميا. نعم. لحتى إضافة للقراءة عن هذا الموضوع، يعني أنا إذا أردت أن أفقد الوزن أو أقوم بأي شيء أحتاج لأن أثقف نفسي كما قلتي، أن أعرف تماما ما الذي يحدث يعني. صحيح. بالنسبة للطعام والشراب وما الذي أدخله إلى جسمي. تمام. يعني ما هي هذه المادة مضرة أو مفيدة؟ يعني يمكن جميعا لا أعرف يعني، لكن الغالبية نفتقر إلى هذا الموضوع، موضوع ثقافة القراءة والاطلاع. فعلا الاطلاع على كل هذه الأمور. على كل دكتور شكرا جزيلا لك. شكرا. عزبناك اليوم معنا. العفو، الله يسلمك. شكرا جزيلا وإن شاء الله العام الجديد يحمل لك كل النجاحات والتوفيق. شكرا لنا ولكم ولكل المشاهدين. شكرا كثير لك دكتور. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.